أشكر الأزهر شكرا جزيلا على الدعوة وعلى هذه المبادرة العلمية والمبادرة الجميلة. فأولا كلمة الشرق وكلمة الغرب. من هم الشرق ومن هم الغرب؟ فأنا وافق بأن الشرق والغرب حديثنا عن الشرق والغرب هنا حديثنا عن الحضارة والثقافة والأفكار الدينية والأفكار الإلهية والأشياء غير الخريطة الجغرافية، لأننا نجد إخوتنا. والآن اسمحوا لي أن ننتقل إلى الأستاذ الأفغاني السيد محمد هميون. كان لديك سؤالا فتفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. وصلى الله تعالى على نبينا محمد أشرف الخلائق العربي والأجم صلى الله عليه وسلم. سادة الأساتذة، مئات والآلاف السنين العلم والعرفان والتصوف الصحيح الراشد في العالم، ولكن يا شباب الأعزاء الغربيين أهل العلم والقلم، حرقنا في نار الإرهاب منذ 40 سنة على الأقل في قلب آسيا 40 سنين المتواليات، ولكن يساعدنا قوات الغربية في كل المجالات المختلفة النظامية والسياسية والاقتصادية، وتركنا في مجالات فكرنا فكر الصحيح والشرق الغرب. أول محاضرة لي كان في جامعة ستراسبورغ في 2011. دقيقة يا دكتور، دقيقة شخاطر. كان واجهت نفس السؤال بطلب مرحلة الماجستير، كيف تنظرون إلى الشرق؟ أنا أستاذ من الشرق جاي أدرس للغرب. فردوا علي بنفس الكلام، نحن نعلم الشرق من خلال الآلة الإعلامية الغربية، إذا المسلمون والشرق هم برابرة إرهابية. ومن هنا انطلقت وحددت منهجي معه. الغربيين الذين يستغلون الدين لأجل الاستعمار ولأجل الاستيلاء على الدول الإسلامية والمجتمع الإسلامي، فهذا ما أراه في ذلك. فأنا أوافق، فإن الأديان لكل